سلام من الله عليكم أحبتي متابعي الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز، نأخذكم لجولة رياضية للتعرف فيها على آخر الأخبار والمتابعات التي نحرص نحن في فريق عمل الشوط الثالث النضاح أمامكم أولا بأول. جولة هذا اليوم تبدأ كالمعتاد من أهم العناوين. قلوب العراقيين تقف خلف ممثل الكرة العراقية في كأس الاتحاد الآسيوي القوة الجوية، وهو يلاعب نادي بنغلور الهندي ضمن نهائي كأس الاتحاد الآسيوي السبت في الدوحة. أبطال منتخب الكيكو شينغاي يشكون للشوط الثالث إهمال وزارة الشباب والرياضة لإنجازهم في بطولة العرب الأخيرة واحتلالهم بجدارة المركز الثاني بين نجوم العالم العربي. والشوط الثالث يناقش اليوم قرار اللجنة الأولمبية العراقية بإيقاف التعامل مع اتحاد الصحافة الرياضي والتنسيق معه مستقبلا في تغطية فعاليات الاتحادات الرياضية. إذا من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم سادة المشاهدين، ونبدأ من حلم التأهل وحصولنا على كأس الاتحاد الآسيوي بإذن الله تعالى بعد أن وصل فريق القوة الجوية إلى العاصمة القطرية الدوحة وأدى وحدة تدريبية أولى استعدادا لمواجهة بنغلور الهندي يوم السبت في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي. فريق القوة الجوية حمل شعار كلنا خلف العراق، حيث أكد مدرب القوة الجوية باسم قاسم أن وفد الفريق وصل إلى الدوحة لملاقاة بنغلور الهندي بنهاية كأس الاتحاد الآسيوي، مبينا أن الفريق أجرى أول مران له، فيما أشار إلى جاهزية اللاعبين للمباراة. وقال باسم قاسم في حديث للشوط الثالث أن وفد الفريق وصل في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء إلى الدوحة لملاقاة بنغلور الهندي في الخامس من تشرين الثاني الحالي بنهائي كأس الاتحاد الآسيوي. وأضاف قاسم أن الفريق أجرى وحدة تدريبية صباحية وسيخوض أخرى مسائية على ملاعب اللجنة الفنية. وأضاف مدرب القوة الجوية أن الفريق سيفتقد لخدمات اللاعبين سامال سعيد وبشار رسن إلا أنه هيئ البديل المناسب، مشيرا إلى أن الفريق جاهز للمباراة ويسعى بقوة لخطف أول لقب عراقي في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. إذن كل موفقية لفريق القوة الجوية في نهائي كأس الاتحاد الآسيوي، وبالتأكيد ستكون لنا تغطية حصرية ومباشرة على الهواء
بعد المباراة بإذن الله تعالى. المباراة ستقام في الساعة 7 مساء بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد على ملعب نادي قطر في قلب العاصمة القطرية الدوحة. كل الموفقية والنجاح لفريق القوة الجوية. مشاهدينا الأحبة، اتحاد المصارعة الذي شهد تقاطعات وخلافات فيما بينهم وخصوصا مع رئيس الاتحاد الذي يعاني من أزمة صحية، نتمنى له الشفاء العاجل. وهذا الشخص الذي يعاني هو الكابتن زعيم عبد الكريم، ابتعد كثيرا عن نشاطات الاتحاد، وبالتالي تراجع مستوى المصارعة العراقية كثيرا، رغم أنه البرنامج يشهد الكثير من الاتصالات، تصل كثير من التساؤلات من نجوم ومحبي لعبة المصارعة. وبالتالي الشوط الثالث عمل جاهدا إلى أن يقارب وجهات النظر بين المتقاطعين، وفعلا نجح برنامج الشوط الثالث في أن يجعل منظومة العمل في اتحاد المصارعة تعود إلى مجاريها بعد أن توقفت طويلا. أمين سر اتحاد المصارعة شعلان عبد الكاظم تحدث لعدسة الشوط الثالث ولزميلنا مراسل البرنامج محمد الخفاجي، والذي وعد بأن البطولات ستعود من جديد إلى منظومة عمل اتحاد المصارعة العراقي. نتابع ما قال شعلان. وضع الاتحاد حاليا والحمد لله والشكر بجهود الطيبين الخيرين جيد جدا. المشاكل نسيناها أو تغاضينا عنها، الآن بدأنا بداية جديدة من فضل الله. عندنا 4 بطولات داخلية تكملت نشاط الداخلي عام 2016. قمنا في محافظة كركوك بطولة أندية العراق للمتقدمين، والبطولة ناجحة جيدة جدا. وعندنا 1/12 بطولتين في آن واحد ينظمها اتحادنا، اللي هي الشباب والناشئين. الغرض من هذه البطولات أنه اختيار المنتخب الوطني لعام 2017 والاستعداد للبطولات العربية والآسيوية القادمة. أحب بهذه المناسبة أن أشكر قناتكم حقيقة يعني من كل قلبي، أنه اللي هي تغطي نشاطات كل الرياضة كل الاتحادات وليس المصارعة فقط، بس على تغطيتها دائما لنشاطات، وتحاول أنه تساعد بإيجاد الحلول للرياضيين وللاتحادات، وجزيل الشكر لكم. كل الشكر لشعلان عبد الكاظم ولاتحاد المصارعة. احنا اللي يهمنا بصراحة هو مصلحة المصارعين، مصلحة الاتحاد، النتائج، لان احنا غبنا عن منصات التتويج. نتمنى الموفقية والنجاح وأن تسير سفينة عمل الاتحاد كباقي الاتحادات، لأننا نعول كثيرا على اتحاد المصارعة. مشاهدينا الأحبة، دوري الكرة الممتاز وصل إلى مرحلته 6 من الدور الأول أو المرحلة الأولى، لكن النتائج أطاحت بعدد كبير من المدربين. بعد استقالة ثار أحمد مدرب الزوراء، انضم مدرب الكهرباء يونس جاسم إلى قافلة المستقيلين، إذ قدم يونس جاسم استقالته من تدريب فريق الكهرباء إلى إدارة النادي. وعضو الهيئة الإدارية لنادي الكهرباء ماجد حميد قال إنه المدير الفني يونس جاسم قدم استقالته من تدريب الفريق مبينا إنه استقال بداعي عدم وجود توافق مع الجهاز الفني المساعد والمؤلف من صباح عبد الحسن وخالد صبار. سياق المتصل كشف للشوط الثالث أن النادي يعتبر أن تسمية جهاز فني متكامل جديد، معتبرا أن لا توافق بين المدير الفني والمساعدين ينعكس سلبا على الفريق، لذا لابد من إقالة المساعدين مع تثمين دورهم وما قدموه. وأتابع المصدر المقرب للشوط الثالث أن المدرب البديل سيتم اختياره في الأيام القليلة المقبلة، حيث تدرس الإدارة خيارات بينها مدرب منتخب الشباب عباس عطية الذي سبق له أن قاد الفريق، وسيكون مساعدين له عباس عبيد وعبد الوهاب أبو الهيل.
كل الموفقية للكابتن يونس جاسم وأيضا الموفقية لنادي الكهرباء. لكن هذه نقطة تسجل على إدارة نادي الكهرباء، المفروض من الدور الأول تكتشف أنه ماكو توافق بين المدرب والمساعدين، مو بعد الدور السادس من المرحلة الأولى والفريق يعني كشف يونس إلى الإدارة أنه هو ما منسجم وما متوافق، معناها أنه الإدارة هي اللي اختارت المساعدين، وإلا استحالة يونس يجيب مساعدين إليه وبالتالي يقدم استقالة لأنه ما توافق وياهم. معناها إدارة نادي الكهرباء هي المسؤولة وهي تتحمل النتائج اللي آلت إليها اللي آل إليه الفريق خلال ما حقق فوز للأسف الشديد، خسارات كانت متلاحقة رغم أن الفريق كان يؤدي. وبالتالي هذه المشكلة اللي احنا نعاني منها، مشكلة التخبط، لازم نناقش الأمور بمهنية ولازم نعطي الضوء الأخضر للمدرب باختيار المساعدين بالكادر التدريبي. أما ما اعتزازنا لأنه خالد صبار نجم وصبا عبد الحسن نجم كبير، وبالتالي موضوع اختيار المساعدين هي من مهام المدير الفني للمنتخب أو النادي. وبالتالي هاي المشكلة الآن يعاني منها نادي الكهرباء تحسب على إدارة نادي الكهرباء، لأنه كنا نتمنى أنه نادي الكهرباء يقدم المستوى لما يمتلكه من مقومات. نادي الكهرباء من الأندية الغنية، نادي الكهرباء من الأندية المعروفة، لكن إلى الآن ما حقق شيء في مجال لعبة كرة القدم ما تحسب. فننتظر الموفقية والنجاح مستقبلا للنادي. مشاهدينا الأحبة، اختتمت قبل أيام بطولة العرب بالكيكو شينغاي، حيث شرفنا المنتخب العراقي بأن يكون متواجد في هذه البطولة ويحرز بجدارة واستحقاق المركز الثاني. لكن للأسف الشديد نجوم المنتخب الوطني بالكيكو شينغاي شكوا للشوط الثالث ولزميلنا مراسل البرنامج في بابل علي الفتلاوي إهمال وزارة الشباب وكل المعنيين لنتائجهم الكبيرة اللي حققوها في بطولة العرب. كل يعرف العرب متطورين جدا في مجال هذه اللعبة، لا سيما مصر، الجزائر، عرب أفريقيا، حتى الدول لبنان، باقي الدول الخليجية اللي عندهم مجنسين. لكن المنتخب العراقي استطاع أن يكون رقما صعبا وإن يكون قاب قوسين أو أدنى فرقيا من إحراز لقب البطولة، لكن المركز الثاني يجب أن يكرم، هذا المنتخب يجب أن يدعم، لكن أن يهمل ويركن وماكو اهتمام وماكو كلمة شكر، هذا ما لا نرضى. هو هذا اللي إحنا نحكي عنه، لازم المسؤول الرياضي يكون على خط واحد ومسافة واحدة من كل الألعاب، مو يدعم كرة القدم لأن شعبيتها كثيرة وأكو أبطال في لعبة مغمورة أو ما بها جمهور يحقق نتائج ما يدعم، هذا ما نرضى إحنا، ما نقبل. تعالوا نتابع شكاوى منتخب العراق بالكيكو شينغاي والذين شكوا إهمال الوزارة وكل المسؤولين الرياضيين. هاي السنة 2016 جبت ثاني على العرب، وأنا ضحيت بدراستي وضحيت بكل شيء في سبيل الرياضة وأرفع علم العراق في البلدان الأخرى. زين، هل من المعقول هذه الإنجازات تندثر؟ إحنا نريد من المسؤولين أن يهتمون بينا. أنا ضحيت بدراستي، خريج سادس علمي، قدم على التربية الرياضية، ما بلعت 3 سنوات أقدم على التربية الرياضية باستثناء من الأولمبية واسم ما يطلع. شنو السبب؟ نرجو من حضراتكم أن تهتمون بهذا الموضوع. صراحة إحنا ناشد من خلال قناتكم الموقرة الشرقية نيوز في برنامج الشوط الثالث، نقول لوزير الشباب والرياضة يعتني بينا لأن أنا ضحيت بالدراسة على مود الرياضة. زين، وأنا صاحب إنجاز بطل العرب وهاي الميدالية الأخيرة اللي حصلت عليها في بطولة العرب المركز الثاني. بالنسبة للاعب إسحاق، لاعب الخلوق إسحاق، لاعب قدير حاصل على بطولتين عرب ومراكز جيدة، المركز الأول والمركز الثاني. شكرا لزميلنا علي. بصراحة احنا نتفاجئ الآن، بطل عنده ميدالية عربية يقدم على التربية الرياضية ما ينقبل؟ يا جماعة اصحوا،
المفروض الأبطال يدعمون، المفروض الأبطال هم من يعني أني لحد علمي أنه أكو مقاعد مخصصة في كلية التربية الرياضية لخريجي الدراسة الإعدادية من الأبطال والنجوم، لكن ماكو، هاي كارثة. هذا البطل مضحي بدراسته لمدة 3 سنوات يقدم على التربية الرياضية وما يقبل، قرة عين وزير التعليم وقرة عين كل القائمين على شؤون الرياضة العراقية. إذا بطل يجيب ميدالية عربية في مسابقة فنون قتالية، يعني العرب شقد متطورين وإحنا دنواكبهم، رغم أنه ماكو اهتمام ماكو دعم. ليش يابا ما تدعمون الرياضيين يا أخواني يا أعزائي؟ ليش هاي النتائج؟ هاي نتائج كبيرة تحقق للرياضة العراقية ما تدعم؟ هاي عليها 1000 علامة استفهام. ما راح نسكت على هذا الموضوع، وتحية للبطل إسحاق وتحية إلى مدربه، ونتمنى لك الموفقية والنجاح، وثق إحنا كبرنامج ما راح نسكت وراح نوصل صوتك، لأنه غصبا على المسؤول يكرمك وغصبا على كل القائمين على شؤون العراقيين أن يهتموا بالعراقيين، لأن هم جوي حتى يخدمونه، مو جوي حتى يعبون بكروش هم ملايين وفلوس. هذا المفروض. مشاهدينا الأحبة، قضية في غاية الأهمية أردنا أن نضعكم في قلب الحدث وأن نناقشها في هذه الحلقة، قضية فك الارتباط بين اللجنة الأولمبية العراقية واتحاد الصحافة الرياضي. الكل يعرف أنه اتحاد الصحافة يعمل بالتنسيق مع اللجنة الأولمبية لغرض تسمية الزملاء الصحفيين لتغطية كل النشاطات بالنسبة للاتحادات والوفود الرياضية، لكن اللجنة الأولمبية قررت فك الارتباط لذرائع راح نسمعها يمكن بعد قليل، وربما سنتحدث مع ضيفي الكريم الذي سينضم معي بعد قليل من استوديوهاتنا في بغداد الحبيبة. قبل أن نذهب إلى هذا التقرير الذي أعده زميلنا محمد الخفاجي من بغداد والذي يتحدث عن هذه القضية، هي قضية فك ارتباط اللجنة الأولمبية باتحاد الصحافة الرياضي، نتابع هذا التقرير. لغط كبير صاحب إفاد بعض الصحفيين مع الوفود الرياضية خلال الآونة الأخيرة، ما دعا اللجنة الأولمبية إلى الوقوف عنده والتحري عن الأسباب التي دعت إلى ذلك اللغط، لتقرر تشكيل لجنة تتولى مهمة الإشراف على تسمية الموفد الإعلامي لمرافقة الوفود الرياضية. الكثير من الشكاوى والاعتراضات المتكررة تصل إلى مكاتب اللجنة الأولمبية الوطنية بشأن الإفادات، الأمر الذي تطلب تشكيل تلك اللجنة التي ستعتمد على قاعدة بيانات تراعي فيها الرقعة الجغرافية للإعلاميين في جميع محافظات العراق ووفق المهنية بحسب ادعاء القائمين عليها. اهتمام الأولمبية وبقية المؤسسات الرياضية بالموفد الصحفي لم تأتي من فراغ، فهم مؤمنين حقا بأن الإعلام جزءا رئيسا في منظومة صنع الإنجاز، إلا أنه في الوقت ذاته أغفلت اللجنة الأولمبية دور القائمين على قيادة الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية بتبنيها تسمية واختيار الموفد الصحفي في المهام الرسمية لمنتخباتنا الوطنية. وسط صمت مطبق من نقابة الصحفيين واتحاد الصحافة الرياضية، أعلنت اللجنة الأولمبية تحكمها بتسمية المفردين الصحفيين الذين يرافقون المنتخبات الوطنية، ما ولدت العديد من الاستفهامات والشكوك كونها قد تحابي بذلك جهة على حساب أخرى. لبرنامج الشوط الثالث، محمد الخفاجي، بغداد. شكرا محمد على هذا التقرير. ومشاهدين الأحبة، هذا هو محور حديثنا في الجزء الثاني من حلقة الشوط الثالث. يسعدني أن ينضم معي الآن وعبر الأقمار الصناعية من بغداد الحبيبة في استوديوهاتنا الأخ العزيز الزميل الدكتور عمار طاهر. دكتور مرحبا بك ضيفا كريما في الشوط الثالث عبر الشرقية نيوز. تحياتي حضرتك سام محمد والمشاهدين الكرام. الله يحفظك، مشتاق لك دكتور، وصار فترة ما متشافين. الله يحفظك، الله يحفظك سامي محمد. الله يسلمك دكتور. دكتور الحديث طويل في هذه القضية اللي شغلت زملائنا الصحفيين وزملائنا الإعلاميين في قرار اللجنة الأولمبية فك الارتباط مع اتحاد الصحافة، ومثل ما تعرف حضرتك دكتور أنه دور الصحفي والإعلامي في تغطية الحدث مع كل الوفود الرياضية له انطباعات كبيرة وكثيرة. يا ريت نستمع إلى وجهة نظرك حول هذه
القضية والقرار الذي تفاجأ به الجميع بأن اللجنة الأولمبية ترفع يدها وتفك الارتباط بالعمل مع اتحاد الصحافة؟ نعم أستاذ محمد، بالحقيقة يعني بداية أقول أنه هذا القرار مرفوض، هذا قرار غير مسبوق، هذا قرار حيكبل الصحافة بقيود تذاكر السفر والإفادات. هذا القرار نسف عرف صحفي صار له 50 سنة، يعني من نهاية السبعينات تقريبا الاتحاد الصحافي أو نقابة الصحفيين أو رابطة الصحفيين كان سابقا هي ترشح الموفد، لأن الموفد مثل ما تعرف أستاذ محمد وظيفة رقابية، الموفد الصحفي هو اللي ينقل الحقيقة، يعني ما تنقل بشكل صحيح وموضوعي. الآن اللي صار أعتقد اللجنة الأولمبية الهدف من الموضوع هو يعني ممارسة نوع من الرقابة على الصحافة، مصادرة الحريات، مصادرة النقد. الآن اللجنة الأولمبية يمكن هاي سياسة عصا والجزرة، أنه أنا الصحفي اللي يمدحني أنا حاخذ سفرة، والصحفي اللي يمارس النقد الموضوعي حتحجب عليه السفرات. نعم. وهذا طبعا حيصادر الحريات، وهذه يعني مسألة منتهين من عندها. نعم. مسوقات القرار كذلك سالم محمد، يعني مسوقات القرار انه بعض الصحفيين اشتكوا من هؤلاء الصحفيين، يا ريت اللجنة الأولمبية تعلمنا من هؤلاء الصحفيين. بعدين هل الصحفيين او اتحاد الصحافة مرجعيتهم اللجنة الأولمبية ام نقابة الصحفيين؟ يعني انا استغرب الموضوع، احنا كصحفيين وكاتحاد الصحافة مرجعية النقابة، فاللي يشتكي على اتحاد الصحافة يراجع النقابة ما يرجع اللجنة الأولمبية. نعم. ثم اي مكاتب يتكلمون عنها تتكلم عنها اللجنة الأولمبية. الان مؤتمر تم الاعداد الى الجنوب لانه الممثليات مهمشه وتشعر بالاقصاء، فهي الممثليات مو موجوده، وين اشتكوا بالمكاتب مال اللجنه الاولمبيه؟ اعتقد كلها مسوغات يعني. نعم. حقيقه غير موضوعيه وغير صحيحه مع الاسف. طيب. وغير دقيقه، والغرض من الموضوع هو يعني خلينا نقول احنا وضع نوع من القيود على الصحافه وعلى الراي، وخصوصا الصحافه الملتزمه التي تؤشر الاخطاء التي تصحح المسارات. الآن اللي حيحصل الصحفي الذي يسبح بحمد الأولمبية ويحمد بإنجازاته الوهمية سيكون له مكان بالسفرات وبالإفادات، أما الصحافة الملتزمة، أما النقد الهادف، النقد البناء، الموضوع سيخضع للأمزجة مع الأسف. طيب دكتور، الأولمبية على لسان مديرها التنفيذي اللي راح نسمع بعد قليل أنا وأنت والسادة المشاهدين تبريراتهم بفك الارتباط، يدعون أن هناك شكاوى على تسمية بعض الموفدين وهناك مشاكل وتقاطعات، وأيضا اللجنة الأولمبية تقول لك ما عندنا فلوس حتى ندعم الصحفيين أو الإعلاميين المرافقين. ما هو ردك على ما تتبجح به اللجنة؟ خلينا نقول نعم أستاذ محمد، هل اللجنة الأولمبية أصبحت حائط المبكى للصحفيين؟ الصحفيين مرجعتهم نقابة الصحفيين، إذا أكو شكوى على الإفادات أو على ترشيحات الاتحاد العراقي للصحافة الرياضية يراجعون النقابة، النقابة موجود الزميل مؤيد اللامي وهو باب مفتوح ويسمع كل الصحفيين، مو اللي يراجعون اللجنة الأولمبية. وأنا أعتقد جازما أنه ما حد اشتكى على الاتحاد الصحافة، وإذا اللجنة الأولمبية عندها أسماء يا ريت تعلنها حتى إحنا نعرف هذه الأسماء. نعم. بعدين اللجنة الأولمبية أستاذ محمد ما سد دور مع الأسف في موضوع الترشيحات، يعني انا اعتبره يعني دور مع الاسف يعني اثر حتى على حريه الصحافه بشكل عام، يعني بدات خلت ميزانيه محدده لاتحاد الصحافه على اساس تنتهي هاي الميزانيه وينتهي الترشيح، واني اسال هل هاي المبالغ اللي صرفتها بالدوره الاولمبيه اللي انتهت مؤخرا بالبرازيل، يعني الكلام عن الاشاع او الذي يقال تقريبا 2 مليون دولار، هل هذه المصاريف التي انفقت يعني المقابل طبعا لا شيء، مثل ما تعرف انه ما حققنا اي شيء احنا، هل هذه المصارف التي انفقت ما ممكن احنا نطلع عندها ميزانيه للصحفيين؟ المساله الثانيه، بدات اللجنه الاولمبيه مع الاسف انه الصحفي اللي ينسجم مع توجهاتها اوكي تصرف له افاده ويسافر. نعم. اما الصحفي الذي لا يتلائم او لا يتلاقم مع توجهاتها توقف افاده، وهذه المساله يفترض انه نقابه الصحفيين واتحاد الصحافه ما يسكت عنها. نعم. احنا بدينا هذا سقف الحريه بدا يهبط شيئا فشيئا، وانا اعتقد اذا هذا القرار طبق فاحنا نقرا على الصحافه السلام. طيب هل هناك رده فعل من قبل نقابه الصحفيين، من قبل اتحاد الصحافه، ام الى الان ماكو رده فعل وبالتالي الكره لحد الان في ملعب الاولمبيه دكتور؟
نعم انا عندي معلومه يا استاذ محمد انه الزميل مؤيد اللامي تحرك بشكل فاعل، اتصل بالسيد رئيس اللجنه الاولمبيه وصار اتفاق على اجتماع مشترك. اعتقد هذا اللقاء سيتمحور حول ثلاثه ركائز. الركيزه الاولى هو تفعيل كل اوجه التعاون بين الاتحاد وبين اللجنه الاولمبيه، والركيزه الثانيه الترشيح يكون حصرا عن طريق الاتحاد العراقي للصحافه الرياضيه، والركيزه الثالثه مساعده اي صحفي من قبل نقابه الصحفيين يخرج عن قواعد السلوك المهني واخلاقياته. طيب دكتور ارجو ان تبقى معي والساده المشاهدين، راح نستمع الى ما قال المدير التنفيذي. بالمناسبه ما حد قبل يتحدث لعدسه الشوط الثالث عن هذا الموضوع من قبل اعضاء اللجنه الاولمبيه والمكتب التنفيذي ما عدا جزائر السهلاني، وبالتالي نحن ذهبنا الى جزائر وسالنا في الوقت اللي كنا نتمنى عدد من اعضاء المكتب التنفيذي اللي كانوا موجودين كلهم اعتذروا وقالوا ما نحكي. فما اعرف هل هذا الموضوع هو جزء من فك الارتباط بالصحافه؟ ما اعرف. فنتابع ما قال جزائر وانتظر تعقيب الدكتور عمار لما قال جزائر. نتابع. الصحفيين والاعلاميين يعني وليس القضيه مرتبطه بالصحافه، بالاعلام ايضا، حضراتكم ايضا راح تكونون جزء من عمل هذه اللجنه. اتحاد الصحافه احنا عملنا وياه لسنوات طويله. هذه السنه الاخيره كانت هنالك بعض المؤشرات على طبيعه ادائها، من عندها انه احنا كنا ننتظر انه تجرى انتخابات حتى تكون هنالك هيئه اداريه قانونيه ممكن التعامل معها. منحناهم فرصه بتدخل من السيد نقيب الصحفيين الاستاذ مؤيد اللامي، ابرق لنا كتاب انه نتعامل مع الاتحاد لحين اجراء الانتخابات. بالتالي الاتحاد تلكأ في اجراء انتخاباته، هذا من جانب. الجانب الثاني اللجنه الاولمبيه قررت ميزانيه لاتحاد الصحافه السنويه، استهلك هذه الميزانيه في الثلثين الاولى من السنه، وهذا بالتالي ولد لنا حرج مع الاخوه الصحفيين والاعلاميين. الامر الثالث يعني تواردت الى مقر اللجنه الاولمبيه، تدري اللجنه الاولمبيه هي المسؤوله عن ايفاد الصحفي بالامر الاداري، الاتحاد واجبه فقط ترشيحه. تواردت الى اللجنه الاولمبيه بعض الملاحظات على طبيعه التسميات للمفدين الاعلاميين سواء على مستوى الدور او المهنيه. هذه الامور مجتمعه دعت اللجنه الاولمبيه ان تفكر في تشكيل لجنه. اللجنه الاولمبيه غير ملزمه مع اتحاد الصحافه ان يتولى هو ايفاد المفدين الاعلاميين، هذا جانب تعاون من اللجنه الاولمبيه مع اتحاد الصحافه، وبالتالي نحن لم نتدخل في عمل اتحاد الصحافه، نحن تدخلنا في الشق الذي يرتبط باللجنه الاولمبيه في تشكيل هذه اللجنه، لانه لم تشكل اسماء لحد الان، الكل يعلم انه لا ميزانيه لدينا الان للمفدين الاعلاميين، لانه اتحاد الصحافه قلت لك استهلك الميزانيه في نهايه شهر 8، وبالتالي لحد الان ليست لدينا ميزانيه. ممكن هذه الميزانيه تقر على السنه القادمه، وبالتالي لم تشكل لجنه كاسماء، لم يصدر بها امر اداري. نحن لسنا مترددين او خجولين من اعلان اسماء اللجنه، لكنه لم تشكل لحد الان. القرار صدر بتشكيل اللجنه، ولكن الان تدرس الاسماء لاصدار امر اداري بالاسم. إذن هذا ما قال جزائر السهلاني. أعود إلى الدكتور عمار. دكتور، هل لديك تعقيب على ما قال جزائر حتى أبدي أوجه الأسئلة؟ نعم سامح محمد، أنا عندي تعليق واحد. تفضل. أقول إلى أي درجة هبطت الصحافة الرياضية اللي يتحكم بها موظف في اللجنة الأولمبية، إلى أي درجة هبطت موظف يلغي عرف صحفي صار له 50 سنة؟ مع الاسف هذه اعتبرها علامه كبيره من علامات تراجع الصحافه الرياضيه والاعلام الرياضي عموما في العراق. الاستاذ محمد، هذا موضوع الافاده الصحفي هذا حق مكتسب للاتحاد العراقي للصحافه الرياضيه صار له 50 سنه، يعني من نهايه السبعينات اكو كان عرف كل الوجوه التي تغيرت، كل الحقب الزمنيه التي تبدلت، كل رؤساء اللجان الاولمبيه التي يعني تعاقبت، كل هذا كان الحق هذا محفوظ، لانه الصحافه لها وظيفه رقابيه، الصحافه هي تصحح المسارات، الصحافه هي ممكن انه تعدل مسار الرياضه اذا حادث البوصله عن الاتجاهات الحقيقيه والسليمه،
فأعتقد أن هذا القرار ولد ميتا ولا أعتقد أنه سيطبق. وأنا أدعو زملائي طبعا في الإعلام الرياضي وفي الصحافة الرياضية باتخاذ موقف من هذا الموضوع. ما معقول أنه موظف مع احتراماتي يعني الكبيرة له أنه صدر بيان أو في جرة قلم يلغي هذا العرف اللي كل الرابطة أو الاتحاد الصحافة والصحفيين اعتادوا عليه وهو علامة الصحة. نعم دكتور، المشكلة هو الوحيد اللي يتصدى للرد على أسئلة الإعلام، ولا عضو في اللجنة الأولمبية والمكتب التنفيذي قبل يحكي في هذه القضية، وهي طامة كبرى دكتور. أستاذ محمد، هو طبعا القرار ليس قرار مكتب تنفيذي. نعم. يعني هو يفترض إذا أنا ألغي هذا التعاون مع اتحاد العراقي الصحافي الرياضي أو مع نقابة الصحفيين يكون بيان من المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية. نعم. المكتب التنفيذي مثل ما تفضلت حضرتك كل الأعضاء رفضوا يعلقون، رفضوا يتكلمون. الوحيد اللي يتكلم هذا الموضوع واللي هو أعتقد هو كان وراء الموضوع هو السيد المدير التنفيذي، وأعتقد هذه المماحقات التي حصلت يعني هذه فترة طويلة بين الصحافة وبين اللجنة الأولمبية اللي جاءت بعد عام 2014 أعتقد ما كانت أكو يعني على طول الخط، كانت أكو مشاكل، كانت أكو مماحقات، كانت أكو ردود أفعال بين الطرفين، يعني ما صار أكو تناغم بين الصحافة مع الأسف ومع اللجنة الأولمبية طيلة هذه الفترة. وأعتقد أن السبب في اللجنة الأولمبية وليس في الصحافة. طيب. الصحافة سام محمد إحنا الحالة الصحية إحنا نشيد بها، والحالة اللي نشوفها إحنا خطأ ننتقدها، لكن مع الأسف أعتقد أنه اللجنة الأولمبية يعني مدى يتحملون هذا موضوع النقد، ويريدون كل الصحفيين يعني يغردون يعني بتمجيد الإنجازات. نعم. التي طبعا هي إنجازات ضعيفة، وهم يضعون العدسات المحدبة والمقعرة ليرونها إنجازات كبيرة. طيب الأخ المدير التنفيذي دكتور يقول ما عندنا ميزانية، وبالتالي المفدين استغلوا أو استنفذوا الميزانية خلال الثلثين الأولى من السنة، وبالتالي ما عندنا فلوس، وهذه الذريعة اللي الآن هم يتحججون بها ويقول لك إحنا ما عندنا. فما أعرف شنو اللي استجد هو، يعني عندهم فلوس يصرفون للوفود ويصرفون للمشاركات، ومثل ما تفضلت حضرتك $2.5 مليون صرفوا بمشاركة أولمبية، وما عندهم يخصصون مبلغ بسيط لتغطية نفقات إعلامي أو صحفي راح يغطي النشاط الرياضي. أستاذ محمد خلي أقول لك وهي حقيقة، لجنة الشباب والرياضة خلال السنتين الأخيرتين رفعت 300 ملف فساد عن اللجنة الأولمبية إلى هيئة النزاهة. نعم. فإحنا يعني هذا الكلام على أنه تخصيص ما موجود، أنه أنا الصحفي والله قاعد أكلف اللجنة الأولمبية، هذا كلها طبعا يعني مع الأسف أسباب يعني غير واقعية وهي مردودة على اللجنة الأولمبية. نعم. يعني هو كم صحفي سافر خلال السنة اللي يعني هذه السنة، كم صحفي سافر؟ حتى السفرات كانت محدودة، ما يعني هو حتى ميزانية اللجنة الأولمبية كانت محدودة. بس مع الأسف احنا من نسمع ونشاهد ونرى اكو انفاق وهدر في بطولات يعني كثيره وفي سفرات للمكتب التنفيذي وفي مخصصات ايضا للمكتب التنفيذي هي خارجه عن السياقات، هذه هي ربما تكون يعني حاله صحيه، اما وجود مو في الصحفي حاله سلبيه. مع يعني انا بدي اكد على مساله سالم محمد، الان الافاده والسفر ما اصبح ذات قيمه، الان اكو جروبات سياحيه أنا يعني $400-$500 أسافر لعشرة أيام لأي بلد. نعم. يعني نعم. هذا مو ما أصبح فت قضية. نعم. ما أصبح فت قضية مهمة للصحفي، والصحفيين. نعم. كلهم يشتغلون مؤسسات رياضية دكتور. لكن أنا أعتقد أصبح الآن هذا الموضوع. نعم العفو دكتور. دكتور أكو بس مداخلة، شوف يعني إحنا نجد مبالغة في أعداد الإداريين والموظفين بكل البعثات، ونجد أكو مشجع أبو دنبك انت. صحيح. تعرفه، هذا صار تعويذة لازم يكون. صحيح. موجود، يعني انت تدري نفقات سفره الى ريو دي جانيرو $3,000، ونفقات سفر هذا ابو دنبوك اللي يروح وللاسف الشديد يرتدي العلم العراقي ويذهب الى ممارسات بعيده كل البعد عن هذا العلم الطاهر الكبير اللي الان يلتف به جسد طاهر، هو جسد الشهيد العراقي، لكن هو يروح يستجدي بهذا العلم. اكو مبالغ مخصصه لذولا، لكن مبلغ يخصص لاعلامي او صحفي يقول لك ما عندنا. فما اعرف يعني كيف نتحدث او هذه السياسه الكيل بمكيالين اذا هذه القضيه دكتور.
والله يا سيد محمد انت الان يعني تجري انت قراءة بالوفود التي سافرت خلال هذه السنة، ستجد جميع الوفود متراهلة، يعني اكو مثل ما تفضلت حضرتك اكو اداريين واكو مدربين واكو سفرات عبثية. يعني انا اضرب لك مثل، يعني سفرة السكواش مثلا للقاهرة منتخب نسوي الشباب او الناشئين، نعم. والله الشباب والناشئين ومتقدمين حتى ماستر، طبعا شاركت ثلاث دول فقط اللي هي مصر والبحرين والعراق، وطبعا هذا ما يجوز حسب الضوابط، مفروض اكثر من اذا دولتين شاركت تلغي المشاركه. نعم. صور استاذ محمد ثلاث دول واحنا ما اخذنا ولا وسام، يعني ما طلعنا حتى ثالث باي ميداليه ما حصلنا. طيب نعم. هاي السفره يعني شو نفسر احنا؟ هل هي هاي السفره بها مثلا فائده فنيه بها؟ نعم. انجاز هذه وها مرت مرور الكرام، ومثلها كثير من السفرات اللي هي السفرات نعتبرها عبثية، سفرات ما لها أي قيمة. نعم. طيب أنت تجي على صحفي اللي أنت تأخذه، يعني طبعاً مو الصحفيين أيضاً هناك ضوابط، يعني إذا وفد كون من 4 أشخاص ما يروح وياهم صحفي، يعني لازم المفروض أكثر من 5 أشخاص. نعم. يلا روح وياهم صحفي. أما أنا ما أجي الآن وأسوي محددات وأجي أنا أسوي للجنة وأنا أختار الصحفي فلان لأنه هذا يمدح الأولمبية ويشيد بيها، وأنا ما أخذ هذا الصحفي لأنه هذا الصحفي يوجه النقد وإلى آخره، هذا الكلام بصراحة مردود على الجنوبية، وهذا الكلام هذا ما يطور بلد ولا يطور صحافة ولا يطور رياضة. نعم. أنا إذا أنت بتأخذ صحفي يقول لك الحقيقة، ما أنا كثير من البطولات راح يعني صار أكو بيها كذب بالموضوع، أنا ما بدي أجيب أسماء، كذب صار بيها، يعني يروح الوفد وهناك يعلن النتائج وبالحقيقة هي غير حقيقية. وانا ممكن اسعددك في 3 سفرات 4 كانت النتائج غير حقيقيه. هذا الموفل ايضا يفيد اللجان الاولمبيه، يفيدها، يقدم لها صور تصور يعني واقع عن ما يجري. نعم. بالبطوله. نعم. اما انا ما احجب والله هذا الصحفي لانه هذا الصحفي والله يتكلم عن اللجان الاولمبيه وعن ما اصرف مستحقاته، واني والله اسوي عليه نوع من الفيتو والى اخره. صراحه يعني انا مع الاسف هاي سياسه جديده تضاف الى السياسه الفاشله مع الاسف للجنه الاولمبيه خلال السنتين الاخيرتين. طيب دكتور، الان بالوقت المتبقي للبرنامج، يعني ما هي رده الفعل التي يجب ان تؤخذ من قبل الصحافه والاعلاميين ازاء هذا القرار الذي يعتبر اجحاف بحق السلطه الرابعه؟ سالم محمد، يفترض كل الزملاء الصحفيين يعني يكون عندهم موقف من هذا الموضوع. هذا الموضوع ما يتعلق بسفره، سفره تافهه سالم محمد، والإفراد تافه ترى بالوقت الحاضر. أكيد. كنا نقدر نسافر وكنا نقدر نروح المبالغ بسيطه، يعني مو فت قضيه اصبحت. نعم. لكنه هذا يؤثر على حريه الصحافه وعلى الراي والراي الاخر وعلى موضوع النقد الملتزم البناء. انا الان اذا مشى هذا القرار فكل الصحفيين الان يبدون، حتى يعني ما اقول انا كلهم طبعا بالحقيقه، يعني كثير من الصحفيين خلينا نقول انه يبدي يفكر 1000 مرة قبل ما يكتب على اللجنه الاولمبيه، لانه هالحاله حيكون هو ضمن قائمه سوداء ستعدها اللجنه الاولمبيه. هذه القائمه السوداء تضم مجموعه من الصحفيين الذين محرومون من الإفادة، اما بقيه الصحفيين فهم هؤلاء طبعا حيكون وحتكون السفره حسب الاشاده، انت تشيل من اللجنه الاولمبيه انت تسافر، انت ماشي بالاولمبيه انت ما حتسافر. دكتور عمار، العمليه حقيقه يعني راح تكون من ضمن القائمه السوداء للاولمبيه. يعني رجل شجاع وجريء وعنده مواقف حقيقه يعني فاصله في هذا الموضوع، ما اعتقد سيرتضي انه هذه العمليه تمرر. هذا خذلان للصحافه، هذا خذلان للسلطه الرابعه، هذا خذلان للكادحين في مهنه المتاعب، واعتقد ستكون نقاط صحفي موقف كبير. بأقل من دقيقة، هل سيكون عمار طاهر من ضمن القائمة السوداء التي لا تتعامل معها اللجنة الأولمبية؟ باختصار جدا. أعيد لك السؤال دكتور، تسمعني؟ للأسف محمد إذا تسمعني الصوت انقطع الصوت. للأسف الشديد، للأسف الصوت انقطع، و يعني للأسف الشديد أكيد يعني هذه القضية بعيدة كل البعد عن التعامل الديمقراطي، التعامل البناء، لأن السلطة الرابعة دائما ما تسعى لأن تحدث مكامن الخلل، تسلط الضوء على الأمور السلبية الإيجابية، وبالتالي أنه اللجنة أو الوزارة أو أي جهة مسؤولة بالدولة عندما تتنصل عن دعم رجل جاي أدي مهمة ضمن إطار الإعلام والصحافة، هذا إحنا ما نرضى.
أكيد للحديث بقية سادة المشاهدين. أشكر ضيفي الكريم الذي كان معي من استوديوهاتنا في بغداد الدكتور عمار طاهر، وأشكر لكم طيب المتابعة سادة المشاهدين. وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة التي آمل أن نالت رضاكم. حق الرد مكفول لكل من يريد أن يتحدث عبر منبر الشوط الثالث. أحلى تحية من كل زملاء العاملين في استوديو البث في القسم الرياضي في الكنترول، ومن خلفهم المخرج علي باقر، ومني أنا محدثكم محمد إبراهيم الناصر. إلى حلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر شقي نيوز، أقول لكم في معلّة.